ممكن بتشترين الدجاجة بألف وتساعدينا بذبحك. ايوه بنجيب بنجيب المؤسسة اليتيمات. احنا الان قربنا على تقريبا ثلثين الوقت، 20 دقيقة تقريبا، 22 دقيقة بالضبط، وباقي مع أمة الرحمن حوالي 8 دقائق وخمس دجاج. الشباب كلهم متحمسين هنا، الشباب يتمنوا انه نسمح لهم يشتروا، لكن اليوم المسألة حصرية على البنات، حتى البنات مستعدين يشتروا لكن مضطرين ننتظر إلى أمة الرحمن. ايش رأيك أخي اليوم، حتفوز البنت ولا تخسر؟ إن شاء الله راح تفوز. صعب بس يا أخي 20 دجاج، أنت قلت صعبنا. أيوه. ليش؟ لانه المسافه بعيده، المسافه بعيد بين الصندوق والزبائن يعني نسبه قليله. يلا شكرا لكم. عموما مشاهدينا الكرام حنطلع فاصل، وبعد الفاصل حنشوف اذا كانت أمة الرحمن قادره انها تربح التحدي ولا تكون اول خاسر. تابعونا. تقنيا هي ربحت، لكن لا يمكن نعتمد الربح الا اذا نفذوا الشرط الاخير اللي هو ذبح الدجاج، ولذلك احنا والبنات اللي اشتروا الدجاج حننتقل الى مكان اخر اكثر هدوءا من اجل ذبح الدجاج واتمام الشرط. خلوكم معنا لا تروحوا بعيد. تمام.
ممكن بتشترين الدقاقة بألف بس ساعدينا بذبحك. أيوة بنجيب المؤسسة. بنجيب المؤسسة اليتيمات. احنا الآن قربنا على تقريبا ثلثين الوقت، 20 دقيقة تقريبا 22 دقيقة بالضبط، وباقي مع أمة الرحمن حوالي 8 دقائق وخمس دجاج. الشباب كلهم متحمسين هنا، الشباب يتمنوا انه نسمح لهم يشتروا، لكن اليوم المسألة حصرية على البنات، حتى البنات مستعدين يشتروا لكن مضطرين ننتظر إلى أمة الرحمن. ايش رايك اخي اليوم حتفوز البنت ولا تخسر؟ ان شاء الله راح تفوز. صعب بس يا اخي 20 دقيقة، انت قلت صعبنا. ايوه. ليش؟ لانه المسافة بعيدة. المسافة بعيد بين الصندوق والزبائن يعني نسبة قليلة. يلا شكرا لكم. عموما مشاهدي الكرام حنطلع فاصل، وبعد الفاصل حنشوف اذا كانت أمة الرحمن قادرة انها تربح التحدي ولا تكون اول خاسر. تابعونا. لماذا مؤسسة الرحمة ولماذا دار الوفاء ولماذا الأيتام واليتيمات بالتحديد؟ فلنقل أنه هناك أكثر من مغزى، أكثر من هدف لهذه الحلقة. أولا أنه نعلم الناس أن بإمكانك أن تقدم الشيء الكثير من لا شيء. مسألة دجاجة بألف ريال ليست مسألة مكلفة وليست مسألة تكسر الظهر، لكنها بكل تأكيد لمسة خلينا نقول إنها مسألة إيجابية جدا، عندما يشعر اليتيم أن هناك من يتذكره، أن هناك من يعطف عليه، أن هناك من يفكر فيه ويقدم له ولو كان شيء بسيط. ولذلك يعني نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولو بشق تمرة، وإحنا اليوم جايين نقدم شق التمرة، لكن شق التمرة هذا له معنى كثير في نفوس الناس. الآن أختنا أمة الرحمن توقفت عند 29 دقيقة و43 ثانية قبل ما يحصل غزو التتار علينا. توقفنا عند 29 دقيقة و43 ثانية، تقنيا هي فائزة بالجائزة، لكن لا يمكن أن تتم المسألة إلا باستكمال الشرط الأخير اللي هو ذبح الدجاج. طبعا لأن ما حدث حدث أثر على عملها وأثر على حركتها داخل الجامعة، فالمخرج قرر مشكورا أنه يعطيها 10 دقائق إضافية لأنه الوضع في الجامعة كان غير محتمل. إذن حنبدأ واحدة واحدة. من أول واحدة منكم؟ خلينا نبدأ من اليمين. يلا يلا أول واحدة. يلا
مؤسسة الرحمة مؤسسة رائدة في الجمهورية اليمنية، والمؤسسة الوحيدة في الجمهورية اليمنية قائمة على إيواء اليتيمات، حائزة على شهادة الجودة العالمية في 2010، حصلنا على شهادة الآيزو. المؤسسة غير ربحية وغير حزبية، إحنا دار الوفاء. العدد في دار الوفاء 48 يتيمة، وشروطنا لقبول أيتام عندنا في المؤسسة يتيم أب، يتيم أم، وأب يتيم أم والأب موجود. من يأخذش الأيتام اللي أبوهم موجود إلا في 3 حالات استثنائية: أب مفقود، أب مجنون، أب محكوم على إعدام. الدار في محافظة تعز طبعا قائم على فاعلين الخير والمتبرعين، ما عندناش جهة ثابتة هي اللي تدعم غير المبنى مسند إسناد من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، ما نسلمش إيجار نهاية الشهر. بقية النفقات التشغيلية القائمة على الدار هي من فاعلين خير في حال توقف الداعمين. الدار محتاج لدعم مادي ومعنوي لليتيمة أنفسهن، ونرجو من أصحاب رجال المال والأعمال لفتة كريمة إلى زيارة الدار. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة. طبعا مسألة الغداء حيعملوها الأخوات في دار الوفاء بمؤسسة الرحمة لرعاية اليتيمات والاهتمام باليتيمات، هم سيتولون مسألة الغداء، لأنه أعتقد أنه الوقت قد أزف وأصبحنا يعني على مشارف النصف ساعة. عموما إحنا حقيقة كنا سعداء جدا بهذه الحلقة اللي حصل فيها الكثير من الإرباكات، حصل فيها الكثير من الأمور الغير مرغوبة والغير مطلوبة، لكن في نهاية الأمر تمت على خير. إيش رأيك؟ والله الحمد لله. حسيتي بالإحباط اليوم؟ شفتك يعني كنت محبطة نوعا ما. لا، لأنه البنات يعني كانوا مش راضيين يذبحوا، كان صعب عليهم بس الوضع في الجامعة كانوا أصابك بالإحباط شوي مع الزحمة. أيوة، لأنه الجو حار من جهة والزحمة من جهة. بعت 20 الدجاجة؟ أيوة. حاسبيني. هذه كم؟ 20,000. رضوان محمد. عد ال20. طيب كيف مشت مهمتك؟ والله الحمد لله صعبة شوية، بس تفاعل أولاد تفاعل بشكل فظيع. أيوة، والمسابقة كانت أصلا تعني البنات. عموما 20. شكرا لك خالد. أولا أنا أشكرك على تفاعلك ومشاركتك الرائع، الأكثر من رائع في حلقة اليوم، برغم كل الصعوبات والعوائق، إلا أنه أنت صمتتي بشكل ملفت للنظر، وكنت أنا متوقع لو كانت في واحدة مكانك يمكن كانت تنسحب، بس ما شاء الله عليك يا أمة الرحمن، برافو. الأهم هو أنه أنا كنت حديتك وكنت متوقع أنك تخسري، ما بقول لك كنت أتمنى تخسري، لكن كنت متوقع تخسري، وكنت حروح ب100,000 حستفيد أنا، لكن للأسف الشديد خسرت أنا. أمة الرحمن تستاهلي، ألف ألف مبروك. من ناحية مشاهدي الكرام حلقة اليوم انتهت، لكن التحدي مستمر. الحلقة الجاية صدقوني التحدي غير، التحدي راح يكون أصعب. إلى اللقاء.